إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من المؤكد أنه قد سبق لك أن أسديت إلى أحدهم معروفا ثم تنكر وأنكر أو نسي فكفر لم ينعكس المعروف على صفحات وجهه بل زاد الطين بلة أن عبس وقطب تجربة مؤلمة لا ريب الحياة مليئة بهذا الصنف من الناس الذين لا يعرفون الشكر ولا يحسنون النطق بأحسن الله إليك والابتسامة عندهم من علم الغيب فدعهم وأذاهم الحياة أقصر من أن تضيعها في لومهم أو الوجد عليهم بل انصرف إلى الشكور لتحيي به أزهير قلبك التي حطمها هؤلاء تأمل ظلال هذا الاسم العظيم وامسح به تجعدات الحياة المتعبة بمعانيه قال تعالى وكان الله شاكرا عليما وأنا أدعوكم إلى تأمل اقتران أسماء الله تعالى انظر كيف قارن ذينك الاسمين الدالين على العلم والشكر فإن فيه طمأنة العبد وتسكينه بأن لا يخاف من إضاعة عمل أو إحسان وإن قل فإن الجزاء والحساب عند العليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وقال تعالى ومن تطوع فإن الله شاكر عليم وقال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم وورد أيضا مقترنا باسمه الغفور فقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور فما وجه المناسبة بين الشكر والمغفرة شكر الله عباده نعمة على عبيده إذا أحسنوا حسنة أوفاهم أجرهم وأعطاهم ثوابهم وزادهم من فضله بلا حساب لكن تدبر أنه ما من عمل إلا وفيه وجه نقصان وزد إلى ذلك أنه ما من عمل ولو أطبق عليه الإنس والجن والملائكة وقاموا به لله من أولهم إلى آخرهم ما عبدوه حق عبادته وما قدروا الله حق قدره فهناك نعمة نعمة أخرى وهي قبوله للعمل على علاته ومقابلة الإحسان على نقصانه بالشكر فهذه مغفرته في شكره والله يشكر عبده على العمل الصالح وكلمة عمل صالح بحر لا ساحل له فهو يأمرك ابتداء بذاك العمل الصالح الذي فيه صلاح أمرك في معاشك وفي معادك فإذا عملته يكون هو سبحانه المستحق لشكرك
ليس أنت الذي تستحق الشكر، لأنه دلك عليه ويسره لك وأصلحك لعمله، أليس كذلك؟ ولكنه بكرمه هو الذي يشكرك عليه، فهل من كرم فوق ذلك؟ وإنه لا يبدو غريبا في أول وهلة، تحسن إلى غيرك وتشكره على إحسانك، لكن كيف يكون شكر الشكور؟ كيف يكون شكره سبحانه؟ هذا سؤال ليس لجوابه منتهى ولا للدرك إليه مراد، فكما أن ذاته لا تدركها الأبصار، بمعنى أنها لا تحيط بها لقصورها ولعظمته، فكذلك صفاته لا تدرك كيفيتها ولا تبلغ العقول منتهاها. لكن من آثار شكره الملموسة: يغفر الذنوب ويستر العيوب، يوفي الحسنات ويعظم الأجور، يرزق من يشاء الصحة والعافية والمال والولد والحياة، يستجيب لدعواتك، يشعرك بقربه وأنسه إذا تقربت إليه، يشفك من أسقام مات غيرك منها، ويرفع عنك بلايا تضعضعت نفوس غيرك بأقل منها، يهديك إلى الحق وقد ضل كثير عنه، يثبتك على الهداية وقد زاغت أفئدة من هم أذكى منك وأعلم. ومن كرمه الخاص على المنفقين ما ضرب به المثل، حيث قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذه مضاعفة. انتهت إلى هنا؟ كلا. قال الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حبة في العمل تصير بفضله ونعمته وشكره إلى 700 حبة في الأجر والثواب، 700 ضعف زيادة. فمع كرم الله تتغير المسائل الحسابية، إنه كرم وجود لا يخضع للمعادلات الحسابية بل للفضل الإلهي. من ذا الذي لم يعطه العظيم ويكرمه الكريم في كل لحظة من لحظات حياتنا، بل في كل جزء لحظة نستقبل ما لا يمكن إحصاؤه من الهبات والعطايا، ولكن تبلدت النفوس والأحاسيس. ومن مظاهر شكر الإله أنه يجعل لعبده لسان صدق في العالمين. اعتبر ذلك بأنبيائه، عملوا صالحا وجاهدوا في سبيله حق جهاده، فشكرهم بأن ذكرهم وأعلى صيتهم وصيرهم قدوات يقتدى بهم، وخلد قصصهم وأسماءهم في أعظم كتبه. واعتبر مع ذلك أنهم عبيد من عباده، خلقهم بقدرته ولم يكونوا شيئا مذكورا، ومع ذلك يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ومن ذلك أنه قرن اسمه باسم نبيه في الأذان والشهادة، حيث قال حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ومن شكره أنه يشكر على الصغير والكبير، بل حتى مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقد قيل إنها من أرجى الآيات في كتاب الله، ومن أخوفها قرينتها: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وشكر واحد منه أعظم من كل شكر، فقد أدخل امرأة الجنة في شق تمرة، وأخرى بأن سقت كلبا،
وثالثا قليل عمل الخير خشي الله وعقابه فأمر أولاده وأبناءه أن يحرقوه ويذروه في البحر فغفر الله له، وآخر قتل 100 نفس لأنه هاجر إليه. ومن شكره أنه يعجل بثواب المتصدقين فيرزقه بركة ويبدق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل صدقة عبده بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة. يخبر أحدهم رجل صاحب أعمال متاجر عن قصة نجاحه في متجر شهير في الجزيرة العربية. يقول إنه كان موظفا عاديا يجمع من مرتباته وتجمع زوجته من مرتباتها لكي يبنوا بيت العمر كما يقال، ولما شارف المبلغ أن يكتمل إذا به يصلي في أحد المساجد فيسمع أحد الدعاء يحث على بناء المساجد وتشييدها، فإنه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة كما أخرج ابن ماجه. فانطلق من ليلته إلى زوجته يخبرها عن قصده ونيته بأن يستثمر كامل مبلغه في تثمير بناء المساجد. ومن العجب أنها شاركته وضربت بسهم معه، شاركته في المشروع. تخيل كيف تغير خطتك التي بذلت من أجلها عرق سنين في ليلة واحدة. تغيير الخطة لله ينبع من قلب حريص على المستقبل، حريص على المستقبل. والمستقبل الحقيقي ليست هي سن 30 ولا 40 ولا 50 ولا ما بعده وقبله، إنما المستقبل الحقيقي هو الغد، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يقول صاحب الخبر: بعد بناء المسجد أخذوا في الجمع من جديد، فافتتح متجرا صغيرا فإذا بالأرباح مدرار، ففتح فرعا بعد فرع حتى صار متجرا مشهورا في العالم. هذه آثار المتاجرة مع الله إذا أخلص العبد قصده وخلي من السحت ماله. قال ربنا في الحديث القدسي: يا عبدي أنفق ينفق عليك، واعلم أن الله قد يدخر لك الجزاء أحوج ما تكون إليه يوم معادك، بل قد يصرف عنك شرا أو مرضا أو مصيبة، كما جاء في الأثر: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فافعلوا الخير وإن كان قليلا صغيرا فالشكور يشكره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن كانت الذرة لا تكاد ترى، إلا أنك إن فعلت خيرا بقدرها فإنك ستراه يوم القيامة ينتظرك ليبهجك به سبحانه ويربط على قلبك في يوم يجعل الولدان شيبا. قيل لأعرابي: إنك تموت. فقال: ثم إلى أين؟ قيل: إلى الله. فقال: كيف أكره القدوم على الذي لم أرى الخير إلا منه. هذا شعور عظيم ورجاء ملء الفؤاد. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. تعبده 60 أو 70 سنة أكثرها دون التكليف، في نوم مثلا ثلث العمر وأكثر من ثلث يقضى في النوم أو في عمل المباحات، ومع ذلك يكافئك بجنة عرضها السماوات والأرض لا عن استحقاق بل بفضل ورحمة. وهو الذي يوفقك إلى الخير، فالخير ليس منك بل منه، فهذا شكر أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.